هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زايد دار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين جينا نرد الدين مشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي كفاءات الامارات، وكما عودناكم دائما نستضيف نخبه النخبه من رجال الاعمال، ومعنا لهذا اليوم رجل الاعمال الاستاذ وسام. بدايه اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا اهلا وسهلا. لو نتعرف اكثر على الاستاذ وسام، كيف كانت بدايتك وانطلاقتك داخل دوله الامارات؟ أولا اسمي وسام بزال بن زهير من سوريا، مهندس اتصالات وسوليوشن أركيتكت، خريج جامعة دمشق. جيت على الإمارات بال 2007 بعقد عمل ضمن مجالي، وخلال فترة إقامتي في الإمارات أخذت عروض عمل في القطاع العام والقطاع الخاص، كونت علاقات وصار عندي رؤية عن البلد. تكلم أكثر من وين أجت الفكرة تفتح البزنس وكيف كانت الانطلاقة لك؟ الحقيقة دائما أنا طمحت أن يكون عندي البزنس الخاص فيني. بعد ما شفت المناخ مناسب قررت أسس MEIS بال 2014. أسست الشركة فعلا وبلشنا أنا وشريكي. بالبداية كنا نحن اثنين بس، الحمد لله العمل تيسر وبلش الفريق يكبر. نعم. لغاية ما وصلنا اليوم احنا تقريبا الحمد لله 24 موظف في عدة كفاءات ومن عدة جنسيات. لو خبرنا أستاذ وسام عن الخدمات اللي بتقدمها شركة MEIS. MEIS بتقدم خدمات تطوير برمجيات وحلول للأعمال، أتمتة الإجراءات Process Automation and Management، هذا بشكل رئيسي ومحدد. جميل. طبعا بيئة دولة الإمارات أيضا بيئة تنافسية في جميع مجالاتها. طبعا لو خبرنا أكثر عن التميز لين MEIS وشو تتميز من خدمات أيضا. سوق الإمارات تنافسي بشكل كبير الحقيقة. فلما اخترنا اختصاص الشركة وشو نبلش كان في صعوبات تحديات بالبداية. اخترنا موضوع الأتمتة، موضوع بناء تطبيقات للأعمال، ويكون متخصصين بحلول للأعمال بشكل خاص. تميزنا الحمد لله ببرودكتس معينة إلها ميزات خاصة، بين ربط البيانات مع المبيعات، المكالمات، أتمتة الإجراءات والعمليات بالشركات. ميزة الخدمات اللي بنقدمها إنها ما لها مرتبطة بنوع عمل واحد أو إندستري واحدة، وإنما بأي إندستري ممكن نقدم هاي الخدمة. بالإضافة إنه الحل اللي بنقدمه كامل، يعني من A to Z تقريبا،
بما يتضمن أمن المعلومات والبيانات. وسواء أنه كانت خدمات سحابية أو خدمات إنهاوس حسب البزنس شو بيحب أو بيختار، فالخدمة موجودة بتتقدم. أكيد في خطط ورؤية مستقبلية لأستاذ وسام ولشركة إم إي آيس، لو تخبرنا أكثر عن خططكم المستقبلية. أنا شخص طموح وعندي كثير أحلام كبيرة. هدفي الحالي أنه أعمل من إم إي آيس اللي هي كشركة إماراتية أول شركة بالشرق الأوسط بالمجال اللي هي فيه. نكون نحن شركة فريدة بالشرق الأوسط بهذا المجال. يعني الحقيقة هي أهم مقوم للإنسان أنه يكون مرتاح ليستمر. إضافة للأمن والأمان، يعني هو بداية التسهيلات اللي دمتها دولة الإمارات للمستثمر الأجنبي، وضوح القانون، سهولة الإجراء، هي كانت الحافز والمشجع أنه نأسس بالإمارات بزنس. نحن اليوم أخي الكريم بالإمارات ما منحس أنه نحن غريبين، منحس نحن أنه من أهل البلد، منكون مرتاحين ومطمنين وعم نشتغل. هذا كلياته بشكل بيئة مشجعة ومحفزة للعمل والاستمرار، غير أنه سوق العمل بدبي العمالة الماهرة متوفرة، استقدامها سهل. الإمارات دولة حاضنة للكفاءات، رأس المال البشري في الإمارات متميز، والدوائر الحكومية متعاونة، المسؤولة عن الإجراء وأي شيء بيكونوا حاضرين. يعني طبعا الفضل لحكومة
حكام الإمارات وشيوخ الإمارات بكل هذا الشيء اللي صار اليوم، سواء لدولة الإمارات ولا إلنا نحن كمستثمرين ورجال أعمال. نتأمل إن شاء الله دوام الأمن والأمان لدولة الإمارات وأهل الإمارات. الصعيد الشخصي رسالة شكر خاصة للأستاذ وسام، لمين بحب توجهها لشخص أو أشخاص كانوا داعمينك في مسيرتك؟ الحقيقة أنا بحب وجه شكر خاص لأصدقائي اللي دعموني ووقفوا جنبي بمسيرتي، والحقيقة إلهم إيد وفضل كبير أني وصلت لهون اليوم. وشكر خاص لوالدي مثلي الأعلى، الله يديمه فوق رأسي إن شاء الله. طبعا أنا أتشكرهم كل ما ذكرهم طبعا على قناتنا، وأتشكرهم على اللقاء. شكرا لكم طبعا. أستاذ وسام، لو تخبرنا موقع شركتكم وكيفية التواصل معكم. موقعنا الإلكتروني هو www.meiswaves.com. أنا محمد غرايبة من الأردن، تخرجت Software Engineering من الأردن وإجيت للإمارات بسنة 2014. بلشنا أنا والأستاذ ويسام شراكة بالشركة اللي هي MEIS. هلأ أحب أنا أكتر شيء أوضح في الخدمات اللي إحنا بنقدمها ونتميز فيها، اللي هو موضوع CRM Application. إنه CRM Application اللي إحنا عاملينه بيتميز عن باقي الأبليكيشنز الموجودة، إنه هو In-House Development. إحنا عاملين الديفلوبمنت تاع CRM عنا. أي part للكلاينتس تاعونا بيحبوا إنهم يعملوا فيه Customization، الموضوع بيكون جدا سهل إنه إحنا نقدر نعدل لهم عليه. يعني هاي المين بوينت اللي هي بتخلي الابليكيشنز اللي احنا بنقدمها متاحه للجميع بشكل بسيط. هون انا حاب برضه اوجه شكر لدوله الامارات اكيد، اللي هي بتعطي مجال لكل الشباب سواء كان زائر بالامارات او مقيم بالامارات انه يتطور وينجح باي مجال هو ممكن يبدع فيه. بحب اوجه كلمه شكر برضه لاهلي اللي دائما كانوا داعميني خلال مسيرتي، وتشرفنا فيكم وتشرفنا بوجودكم، وأهلا وسهلا. اسمي فاطمة رومية من سوريا، درست خريجة هندسة زراعة وإعلام من جامعة دمشق، بشتغل HR Manager بMEIS. الحلو بشركتنا انه التيم كله كعائلة، دايما الادارة بتكون متعاونة مع الفريق، والحلو كمان انه بدولة الامارات كتير سهل انه نحن نجيب عمالة من برا. وشكرا كتير لكم لبرنامجكم انه عم تضووا على الكفاءات بهاي البلد.